هدى، من يوم ما عرفتك وانا بحلم بالليله دي، بحلم بيها واعمل لها الف حساب. والحلم بقى حقيقه. المزيكا، المزيكا، نسمع مزيكا. كده احسن مش كده؟ اه فعلا كده احسن. شمبانيا، نطلب شمبانيا. ها فين شمبانيا العرايس يا متر؟ الدنيا حر. ها حر، هو التكييف، التكييف. شغلته على الميديوم. الهواء، الهواء ساقع قوي، نازل على السرير مباشرة، وده ممكن يبقى خطر علينا. المفروض الهواء يخبط في يخبط في السقف ويرد من السقف، يتوزع على كل منطقة الغرفة. مش كده أحسن كتير؟ فعلا أحسن. روم سيرفيس. أدخل. ألف مبروك يا فندم. الله يبارك فيك. مالك يا علي؟ في ايه؟ لا في ايه؟ انت عايز تقول حاجة يا علي؟ انت بتعيط؟ انا انت ايه يا علي؟ انت ايه؟ انا عاجز يا هدى، عاجز. لكن صدقيني، دي مش اهم حاجة في الحياة الزوجية. السعادة الزوجية بتقوم على حاجات كتير، دي مجرد حاجة واحدة بس. لكن في التفاهم والعشرة والحب، الحب بمعناه الحقيقي مش حب الجسد. انت بتقول ايه يا علي؟ انا مستحيل كنت اعترف بده لاي واحدة غيرك، لكن انت الوحيدة اللي امنتلك على سري، لانك مختلفة عن كل الستات، جميلة ورقيقة وذكية وتفكيرك بعيد. احنا مخطوبين بقالنا اكتر من سنة، ما قلتليش ليه انك ما تقدرش تتجوز؟ لاني بحبك، وكنت خايف لو تضيعي مني.
انا هعمل المستحيل علشان اساعدك، هحقق لك كل اللي انت بتحلمي بيه، هنلف العالم، هجيب لك كل اللي نفسك فيه. نلف العالم؟ انا عايز ازوج واولاد وبيت مليان حب. لو لفيت الدنيا كلها مش هتلاقي حد بيحبك زيي. انا عارف انك بتحبني، بس انا ليا عواطف. انا كمان ليا عواطف ومشاعر واحاسيس، القدر خلاني كده. انا ذنبي ايه؟ ليه اتحرم منك عشان حاجه انا ماليش يد فيها؟ انا بحبك يا هدى. انا كمان بحبك يا علي، لكن الوضع ده حكم على حياتنا الزوجيه بالفشل. الحب اللي بيجمع بين قلوبنا اقوى من الفشل. احنا بحبنا ممكن نغلب القدر اللي حكم عليا بالعجز. خايفه حياتنا هتبقى جحيم، انا هتعذب وانت كمان هتتعذب. هتعذب اكتر لو سبتيني. لو سبتيني مش هلومك ولا حد يقدر يلومك، الشرع بيديك الحق ده، وانا كمان هعذرك. لكن تاكدي ان حبي ليكي هيفضل زي ما هو، لان مش ممكن انسى الايام السعيده اللي عشناها مع بعض. انت لو حسبت عمري هتلاقي عمري الايام اللي دقت فيها الحب والسعاده بين ايديكي. Espera, aún la nave del olvido no ha partido. No condenemos al naufragio lo vivido. Por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. Espera, aún me quedan en mis manos primaveras para colmarte de caricias todas nuevas que morirían en mis manos si te fueras. Espera un poco, un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poquito más. Me moriría si te vas. Espera un poquito más.
mi felicidad. Espera un poquito más. Sí. تنمشي؟ لا تعبت، يلا نمشي. هو يعني يا نرقص يا نمشي؟ احنا ما لحقناش نقعد مع صلاح. صحيح مراته جريئه شويه، لكن هو ابن حلال. الله، ايه بطلت راس ليه؟ تعبت؟ لا ابدا، هدى هي اللي تعبت. حلمك عليها شويه يا دكتور، مش كل ليله راس راس. هدى مش حمل كده؟ بعدين خف شوية، هاد اللعب. هدى قدامك العمر كله. هدى اديني مية. وامتى بقى هيشرف الكتكوت؟ الكتكوت؟ الكتكوت والعقل البامبينو. حرام عليك، ده احنا لسه متجوزين. لا انتوا لازم تلحقوا عشان تربوه انتوا صغيرين. على فكرة الكتاب بتاعي لازم تطبعه قبل السنة الدراسية الجديدة. عيب يا دكتور، ده هدية جوازكم. ولعلمك بقى الكتابة خلص، ولازم تعرف انك بتتعامل مع اجدع واحسن مطبعة في مصر. مش كده روحي؟ المطبعة تحت امرك يا دكتور. وعلى فكرة كل نسخك جاهزة تيجي تاخدها في اي وقت. لو ما قلتليش يا علوة، انت ناوي تخلف امتى؟ شكرا يا جماعة على السهرة اللطيفة دي. طبعا يا علوة، مع السلامة. معلش دكتور، مع السلامة. الله يرحمك. مع السلامة. علي ماله؟ علي تعبان. لا يا عبيد، ده راح يعمل بنصيحتك. يا ابن اللي تصوري طلع عسكى مني. الله، انت فهمتي نصيحتي؟ ايه؟ طب ما تيجي نعمل بنصيحتي. النهارده هنناقش مع بعض بحثين.